بسرعة عودة التيار الكهربائي، وأسأل الله تعالى أن يعين شركة الكهرباء على أن تستمر في عطائها الإجابة. بارك الله فيهم وفيكم. الآن أيها الأكارم، ننتقل إلى فرحة أو فقرة تكريم المكرمين والمكرمات من أبنائنا لهذا العام عام 2017، لكن في البداية فليتفضل الإخوة المكرمون إلى المنصة وهم رئيس البلدية المهندس يحيى محي الدين الأصفر، فليتفضل على بركة الله. رئيس جامعة فلسطين الدكتور عبد الجليل الصور، فليتفضل على بركة الله. الدكتور كمال الأصفر المحاضر بجامعة الأزهر والمناطق والأسير السابق الدكتور كمال، فليتفضل على بركة الله. رجل الإصلاح الشيخ طارق الأصفر نائب رئيس لجان الإصلاح على مستوى قطاع غزة، فليتفضل على بركة الله. الدكتور المهندس أحمد عبد الكريم الأصفر، فليتفضل على بركة الله. الحاج منير محمد الأصفر، فليتفضل على بركة الله. الأستاذ كرامان يحيى العباد رئيس قطاع الجنوب لجامعة غزة، فليتفضل على بركة الله. ونختم برئيس الاتحاد الأستاذ مهند الأصفر. وأذكر بأن هناك فقرة تكريم ثانية ستكون بحول الله تعالى بعد أن نكرم مجموعة أولى من أبنائنا والبنات. تكريم جامعة غزة، هذه الجامعة الفتية التي تخطو خطوات ثابتة نحو النجاح، فليتفضل الدكتور عبد الجليل يستلم هذه الجائزة. فكل تقدير للدكتور عبد الجليل وجميع الإخوة والزملاء من جامعة غزة. شعبنا. ننتقل الآن إلى تكريم الأستاذ أو رجل الأعمال القدير أشرف عبد الكريم الأصفر على جهوده اللامحدودة دائما في خدمة العائلة، فليتفضل الأستاذ أشرف عبد الكريم أو بالنيابة عنه الدكتور أحمد عبد الكريم. بكل تقدير لهما على دعمهما اللامحدود دائما في استضافة احتفالات ومهرجانات العائلة، بل يحرصوا على ذلك وبشكل مجاني، بل ويقدمون المساعدات لهم دائما كل تقدير واحترام. الآن من تكريم إلى تكريم، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. الآن تكريم جامعة غزة لاتحاد شباب عائلة الأصفر، فليتفضل رئيسنا الأستاذ مهند الأصفر يستلم الجائزة. وما أجمله من تكريم، فكل تقدير لجامعة غزة ولاتحاد شبابنا ولكل الفضل. الآن إلى صح
الدكتور الأفضل 95.7 من القرع العلمي. ألف مبارك لها ولأسرتها.